تراهم
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل فاستولى وفاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وما وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. أستغفر الله لي ولهذه الأيام ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي لأصحاب الحقوق واجباتي علي ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ثم إلى أرواح جميع والدينا والجمال والدين وعملكم وخادمكم وجميع المسلمين والمسلمات من بعد غشام الرحمة أيعيد علينا وأزواجنا وذريتنا وأهل الحاضر إن بركة وعنا من حزب ما إذا محبة مدرب العشر على دين وعلى كل ما يا ربي صل على محمد يا ربي صل على وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل على وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف صلي على محمد اكرم داعي ندعو الى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد الورى صدقاً وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على وسلم رب صل على محمد ظلماً بالتقى فحقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل على وسلم صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد وسهل ما قد دعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل على وسهل يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مقام يا ربي صل على محمد يا ربي صل على وسهل يا ربي صل على محمد
مكالبا بالنبي الأعلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على وسلم على محمد ومن للحبيب النبي دعوت حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تبلغ فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم السلام عليك سيدنا الأنبياء السلام عليك السلام عليك هذا المنى الذي تكرم به المنى ما أعظم هذا
الفضل الذي برز من حضرة الأحسان سورة كاملة ضمرت في هيكل محمود أجل عنصر في وجودها كنف الوجود وطرى سفرة العمل وطرى التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على الطيب القريب والشافع الحمد الذي لا تنظر بضعفات ولا يمر تكرره بك خير لنا لابرز من العالم ان كان صورة هذا الانسان يتشرف بثقل ان تنتشر اسراره في الاكوان فما من سر اتصل به قلب منيب الا من سوابقه فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد تعالى بحبيب عمن انام نالا جل من شوق الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا أثر القافلة على مقام وتناهى بمجده وتعالى لا عرف عيون في مجد نطق بشرا كاملا نزح الضلالا وهو من خلق في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضر امتنان ما يعجز عن وجه اللسان في عرب عقل عن الجنان انتشر منه في عالم البطون الظهور ما ملا الوجود الخلق يأمر فنظرت الله من الله الكريم بشرتنا آياته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فانفجر الشر وتلقاها بقلب سليم فقد هديت الى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عما تضمنه من التصديق بها والافعال تدل بها في الصدور من الايمان قواعد وتدل على اهل اليقين من سر ذلك الاذعان وتصديق شواهد واشهد ان سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة اعيننا محمدا صادقا في قرنه وفعله والمبلغ عن الله ما امره بتبليغه لخلقه من برده ونقله عبد ارسل الله العالمين بشيرا ونذيرا وبلغ رساله وادى الامانه وادى الله به من الامه بشرا كثيرا كان في ظلمة الجاهل مستغفرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات ويجمعها كالتحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة روح المصلي عليه فينبذ في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويوضع بها بعناية الله ويثبت على آله وصحبه الذي نرضى
وتقوضوت المجد بقربه فتبيروا ديال الشرف الاصل بوده وعب ما اعطاك وادلنا شذكرا والنسيم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاه Yeah.
ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حرقته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حصل أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثر ليتشرف بكتابه القلم والقرطاس وتتنزه في هداق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المدعى في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصري رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبي في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذا الذرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شر من حمله وقرب بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثاره مجده الصميم. اللهم صل وسلم
والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على Oh,
متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه فكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمقة بعطر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله بالبطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير ماء التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على فحين قربا من وقت هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور فأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يدر عند بطنه أمة تانيسا لجنابها المسعود فمشارقة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيم وسجود صلى الله على محمد صلى الله على وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك Yeah.
Oh,
مجتمعنا ويتوح حسن الختام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعدينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وبلغ المختار من صلاة وسلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر لله. أزكى صلاة وسلام في رسول الله. أزكى صلاة وسلام في رسول الله. يا ربي صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محورا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. لما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى
والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه اجمعين ببركة حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا غلام سميناك ما سمك الله تعالى بالأزل حفيظة أولياء بنت وسن حرطنط بارك الله فيك وجعلك من عباد الصالحين. يا غلام سميناك بما سمك الله تعالى في الأزل حفيظة أولياء بنت وسن حرطنط بارك الله فيك وجعلك من عباد الصالحين. يا غلام ببركة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سميناك ما سمك الله تعالى بالأزل حفيظة أولياء بنت وسن حرطنط بارك الله فيك وجعلك من عباد الصالحين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد وعلى اله وجعل هذا بارك الله فجعل بطاعتك وقالها من بيتك امالا بطاعتك لها وقت من الصالحه اجل ومرزق رزقا حلا كثيرا طيبا وبركا طويلا خير قريبا وعن الشر ابدا تقضي هوائجها بالنيه والدنيا. اللهم اجعلها يا الله من الصالحات. اللهم اجعلها من الصالحات. اللهم اجعلها من الصالحات ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين. اللهم بارك لنا بأزواجنا وأولادنا ولا تدرهم وافقنا طاعتك ونبرهم. ربنا تقبل منا أنت السميع العليم وأنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا وبارك لنا اللهم بارك لنا وبارك لهم ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا رحيم صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بدر برز رفعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك رفع إلى أن له شرفا على مزده وسماء وكان وقت مد سيد الكونين من الشهور شرف الأول من الأيام يوم الاثنين وموت ولادته وقبره بالحرمين وقد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مقبولا مكتوءا سرا ولا ذلك شرف عند الله أيدي القدرة ومع بروز إلى الأوتار من العجائب ما يدور على أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب وقد مضى من حديث عبد الرحمن بن عوف عن مشفع رضي عنهما قال لما وتأمت رضي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا فزاد فسمعت قائلا يقول رحمك الله رحمك ربك قالت الشفاء فأتى أنهما بين المشرق والمغرب حتى نزل بعد كسور الروم قالت المربة وجدت فأمشب أن جسدي ظلمة ورب وكسريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب واسمع ذلك أني ثم عليه وظلمة وسريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلو يجر حديث مني على من حب تائفة هو فكنت من أول الناس إسلاما
وكم نشرت من أذيم المعجزات وبهي الآيات البينات بما يبدي بذل شرف إلا مولاه فنعيني في كل حين ترآه أنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الوهاب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق من كتابة البطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأول إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورقا بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا حول القصر وقت المحتوى معنى الجزء إذا دعا المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو لب الشفيق الرحيم باليتيم والرملة وله مع سهولة الأخلاق الخيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشرت به تعترق الطرق والمنازل وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمخابل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلق وخلوق بشر في خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلق عن زين الوجود أجمعت في وصف الحبيب وشأنه والأولى في مجده ومكانه أوصاف إذ قد تعالى مجدها أخذت ألا نجم السهاب إيمانه وقد انبسط القلب تدويم أفاد العلم وقائم مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرسول الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله مثل زين العابدين العلي وابن فهم القوم الذين
I'm
ولما نظر في قوم ذر أصحاب محمد قودا توجهت إلى الحسن بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل أسرعي مشروفيا محمودا وأن يطبع عملي بالعمل المقبول بالتوجه بالتوجهات الخالصة الواصلة الموصولة اللهم يا من إليه الأبد الظاهر وعلم بعزة الحمد والحلم الغشاها منه الفروض الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيدي المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته عالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة متأمنتك وفي سرك وحامل رائد دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب الأكبر المخاصي بالشرف الأفضل في كل موطن من موطن القرب وفضل القاصي بأمدادك في عبادك وساقي كؤوس رشادك لأهل ودادك سيد الكونين أشرف الثقل العبد المحبوب الخلق المقصود منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل أقرب من أحبابه اللهم إنا نقدم لك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل لك بشر مقام عظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوار وتقلباتنا بجميل رعايتك وحاصين قايتك وأن بلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب وجد آمالنا وتقبل منا ما تعرقنا لي من نياتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحق واقي من المؤدين ولعهدك من الحافظين وما إن أطمعا في رحمة خاصة فلا تحرمنا ودون جميلة هي وسيلتنا إليك بالخير من آمنا بك برسولك ومن جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بغفران أن تقابل المذنب منا بغفران أن تقابل المذنب منا بغفران المسيء بن عشاء والسائل بما سأل والمؤمن بما أمر وأن تجعلنا وذريتنا ممن نصر هذا الحبيب وأسرى له وضال وعم البركة والشريف في ذي أولي في ذيته أولادنا ووالدينا ولقلنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وجمر الدين القويم في جميع الأوطان المشهورة مسلم الإيمان في المحمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين قضي الله دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقض شر المعتدين الظالمين وارض العدل لولاة الحق في جميع النواحي والأطراف وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في العز العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في العز العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في العز العظيم من جميع البلايا وفي الحرز المقيم من الذنوب والخطايا وأدمنا يا الله في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا طوفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا طوفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا طوفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا بك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا
أن الحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله يا رحم بالمؤمنين ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين. يا الله يا الله رحم بالمؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى يا الله يا الله يا رحم بالمؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أفضل ذكري لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله الحمدي 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 سبحان الله العظيم يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وكرم وعظم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بالعون بدي وعم بيقدر استغفر الله سبحانه وتعالى استغفر الله بيا على من الظالمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم من ذا الذي يشفع النبي على ما بين يديه وقلبه معيدا في شيء من علمه الا بما شاء واسع عنصر ولا يقول انه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله اللهم صل على يلد ويلد ولم يكن له فلا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله اللهم صل على يلد ويلد ولم يكن له فلا. بسم الله الرحمن الرحيم قل والله اعلم وصدق يلد ولم يلد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر الحاسد ومن غيب قل اعوذ برب الاسماء لكن نزل من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والنار.
آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا ما قرأنا من القرآن العظيم، وما سبحنا من سبحان الله، وما صلينا من اللهم صل على سيدنا محمد، وما كبرنا من الله أكبر، وما حللنا من لا إله إلا الله، وأثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا عظيما. اللهم أرسل صوابها إلى روح النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة صوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا وأزواجنا وأولادنا وأسيرتنا أجمعين، ثم إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها أينما كان، وكان الكائن في عينك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين، ثم خصوصا إلى روح جعفر بن نجار بن الواحد دار نواتيب بن هادي عبد الهرس البغدادي و المرحوم حاجي سمن بن عبد الله والمرحوم حاجي بدريه بنت علي مدين ومحي الدين بن أوجيل وحجه مصدقة بنت حاجي سمن ومحمد طافق بن محي الدين وحجه فدا إرياني بنت محي الدين وإرنواتي بن محي الدين وسيدك بن دروين وأربعين بن ومحاني بنت أمير وكي هجي جماري بن مرطوي وقص وقم ساتون بنت إمام مؤتي وهجي محمد بن إبني بن جعفر وجسري بنيان بنت هجي محمد سقري وهجي المنسى بن هجي إمان شاه وهجي محمد سقري بن هجي عبد الحميد وسرطمي بن قسني وأحمد دهلان بن شعيب ومحمد أول بن حسين وخديجة بنت حنبية ونرحتي بنت طالب وسهداء بن قمسي ومسنونة بنت سنداني وجميع والدنا ولكم وجميع حاضرين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم وجافر الارض عن جنبيهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل قبورهم يا الله روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل لهم فداء لهم من النار، وفكاك لهم من النار، وإتقا لهم من النار، وحجابا لهم من النار، ونجاة لهم من النار. اللهم داخلهم جنة بغير حساب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، اعبد وهي رسالة الصلاة المستقيم صراط الذين انعم عليهم. Minta tolong bacakan doa buat Haji Ismet Hinduan sedang sakit di rumah sakit umum, mudah-mudahan segera sembuh. Dan Muhammad Amin bin Fatkur Rahim. Kemudian doa juga kesembuhan orang tua ulun yang bernama Jan Sapene Haji Muhammad Tamrin S, semoga cepat sembuh diberkati surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malikil yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.